السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأفاضل إنما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الشعرية الثقافي مراتب. على مدى حلقات عدة مشاهدينا الأعزاء اعتدنا أن نسلط الضوء على أبرز المشاهد الثقافية سواء كان ميدانيا أو من خلال استضافة ضيوف في الاستوديو، وكنا قبل أيام وقبل أسابيع وقبل أسبوعين تحديدا استعرضنا فعالية لأبرز الشعراء والوفود العربية التي شاركت في أحد المنتديات العربية. في هذه الحلقة مشاهدين الأعزاء سوف نناقش فعالية أخرى وتظاهرة ثقافية يمنية أقامها أحد المبدعين وأحد الفنانين التشكيليين الذين سبق وأن تم استضافتهم في أكثر من برنامج وفي أكثر من محطة على شاشة قناة اليمن اليوم، وتحديدا برنامج مرافق، ورفد المشاهدين بنماذج عدة من إبداعاته. لكن هذه المرة الأوبرا هي التي احتفت به، وتحديدا في قاعة آدم حنين في الهناجر بحضور نخبة واسعة من المثقفين والوزراء الثقافة السابقين وأيضا عدد من السفراء والأكاديميين والمهتمين بهذا الشأن. للحديث حول هذه التظاهرة الأخيرة وهذه الاحتفائية يسعدني أن يكون بمعيتي رائد هذا العمل ومن أقامه تحديدا، الفنان التشكيلي البديع أسامة العنسي. مرحبا بك أخي أسامة. شكرا جزيلا أستاذ عيسى، وشكرا لقناة اليمن اليوم، أنتم دائما نافذتنا إلى العالم، لكم كل الشكر والتقدير. وأنت أيضا نافذتنا إلى العالم عبر بوابتك الثقافية وبوابة الرجال الجميلة التي من خلالها تستطيع أن تقول ما لم يقله آخرون، سواء كان ذلك شعرا أم نثرا. بداية أستاذ أسامة، يعني حدثنا ما الجديد في هذه الفعالية؟ أنتم أقمتم أكثر من فعالية على مستوى في يعني خارج الجغرافيا وتحديدا في القاهرة، وتم استضافتك قبل ذلك، لكن في هذه التظاهرة الأخيرة في الأوبرا ما الجديد؟ ماذا قدمت وماذا عكست ريشته؟ هذا هو المعرض الثاني لي في القاهرة. المعرض الأول كان في المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي بعنوان ريشة هائمة في سماء اليمن. هذا المعرض الثاني كان بعنوان تراث اليمن في قاعة أدم حنين الهناجر بدار الأوبرا المصرية، يحتوي على 44 لوحة تشكيلية واقعية تنتمي إلى المدرسة الواقعية التأثيرية. افتتح المعرض نائب وزير الثقافة الأستاذ عبد الله باكدادة، ووزير الثقافة السابق الدكتور أبو بكر المفلحي، محمد أبو بكر المفلحي، ووزير الإعلام السابق أيضا الأستاذ حسن اللوزي. ومن الجانب المصري السفير اليمن السابق سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن سابقا أشرف عقل، وكثير من المهتمين والمثقفين، وحضر المعرض أيضا عدد من الزوار الأجانب من روسيا، من كوريا، من سويسرا، وعرب أيضا حضر من سلطنة عمان، من العراق، من الأردن. يعني كان هناك إقبال كثير، وكان هناك زوار كثير، ومن اليمن أيضا الكثير، جاءت الجالية اليمنية بإشراف الأستاذ القدير رئيس الجالية اليمنية، رئيس أعين الجالية اليمنية فهد العريقي. فكان الحضور كبير والحمد لله. عكس المعرض الهدف الذي كنت أنوي له، هو إبراز تراث اليمن بمختلف أنواعه في مختلف المحافظات. يعني اشتملت 44 لوحة على تراث اليمن المختلف، من فن معماري، من أزياء شعبية، من تنوع الطقوس الزراعية في مختلف المحافظات، في مختلف القرى اليمنية، المدرجات الزراعية، أهم المحاصيل الزراعية مثل الذرة، القمح، البن، والذي تشتهر به اليمن عالميا. البن من أهم المحاصيل ويجب تخليده وتجسيده في لوحات توثيقية. جميل. فالحمد لله كان للمعرض نجاح كبير. فكل من حضر المعرض من زوار أو من عرب أو من أجانب، يعني قالوا إحنا زرنا اليمن في من خلال هذا المعرض، إحنا يعني نافذة على اليمن، أو زرنا مختلف محافظات اليمن من خلال هذا المعرض. وأحياناً توثق، وكانت الصورة. إشادة، كانت هناك إشادة كبيرة. وتخلل المعرض أيضا تكريمي من قبل مجموعة اليمن عشق لا ينتهي، لهم كل الشكر والتقدير برعاية الأستاذ مدير المجموعة. مجموعة اليمن عشق لا ينتهي هي مجموعة في الفيسبوك على الانترنت، مديرها الأستاذ عبدو أحمد قرعة، وجاء بالحضور لتكريمي الأستاذ الوجيه أبو محمد بدرع المجموعة وميدالية ذهبية تحمل صورتي الشخصية، كتعبيرا منهم شكرا وتقديرا لما أقدمه
في من أعمال تشكيلية أنشرها على المجموعة، وكذلك في مجموعة اليمن موطن الجبال هناك مجموعات كثيرة أنشر فيها أعمالي. فمجموعة اليمن عشق لا ينتهي كان لهم مني كل الشكر والتقدير، يعني كان لهم دور كان لهم دور في 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 التعبير عن شكر عن الشكر والعرفان لما أقدمه ولما أبذله من جهود، لهم كل الشكر والتقدير. نعم، قل أن تجد أخي وسام يعني أولئك المبدعين الذين يتحدثون عن وطنهم وينقلون هم وطنهم وجمال موطنهم أيضا، وهذا ما تجسده أنت فعلا من خلال ريشتك الهائمة في حب الوطن، ومن خلال حتى العناوين التي يعني تقيم من خلالها معارضك الفنية تحمل اسم الوطن، وأنت أحق بالتكريم وأحق بالالتفاتة سواء من وزارة الثقافة أو من خلال هذه المجموعات الشخصية التي يعني تقدم ما لم تقدمه الدولة للأسف الشديد، وتشعرك بأنك يعني بأن الوطن في خير وأن الوضع لا زال في خير. فعلا يعني نحن نحاول بقدر المستطاع أن نبرز جمال اليمن وأصالة وعراقة التاريخ اليمني وتراث اليمن وحضارة اليمن مهما كانت الظروف. نحن لا ننظر إلى ما نواجهه أو ما تتكبده البلاد من صعوبات وكذا، لكن نحن نحاول أن نظهر الصفة أو الصورة الجميلة لليمن من خلال السوشيال ميديا أو من خلال اللقاءات التلفزيونية من خلالكم أو من خلال المعارض التي نقيمها أو من خلال المشاركات التي نقيمها في المعارض الدولية مع الأخوة الفنانين التشكيليين العرب هنا في القاهرة. والحمد لله يعني نظهر الصورة الجميلة لليمن مهما كانت الظروف مهما كانت الأحوال. جميل، وبالتوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، هنالك شهادات لعدد ممن حضروا هذه الفعالية تراث اليمن في الأوبرا. نستمع وإياكم لما تحدثوا حول ريشة الفنان وسام العنسي في هذا المعرض وما قدمه من لوحات زاخرة بحب الوطن وإبراز تراثه. ابقوا معنا. بسعادة بالغة اليوم أن أكون في هذا المعرض الذي افتتحناه هذا المساء. سعادتي الحقيقة تأتي من كون شبابنا اليمني قادر على أن يقف اليوم على أقدامه في ظل هذه الظروف الصعبة جدا التي يمر فيها مجتمعنا اليمني. قبل أمس أو في اليومين السابقين كنا في تدشين فعالية لمجموعة من الكتاب الذين أصدروا كتاباتهم، وفي معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب. قبل فترة وجيزة أيضا هناك عدد من الشباب ناقشوا درجات طروحات الدكتوراه. إذن نحن نقول بأن اليمن ما زالت على أقدامها بالرغم من الظروف الصعبة جدا التي يمر فيها مجتمعنا، لكن سوف يأتي اليوم الذي نتبادل فيه الورود بدلا من أن نتبادل فيه طلقات النار. وأقام معرض قبل أيام في إحدى أماكن العرض الفنية في القاهرة، وهذا هو معرضه الثاني في القاهرة. ما هي كلمتك لهذا الفنان من خلال ما شاهدته من لوحاته الجميلة، وما هي رؤيتك لهذا الفنان في المستقبل؟ الحقيقة أنا يمكن من الأشخاص اللي يحبوا الفنون التشكيلية بدرجة أساسية، وأثناء وجودي في الوزارة كنا عملنا مجموعة من الأنشطة الكبيرة في هذا المستوى، إلى حد أننا عملنا 3 ملتقيات دولية للفنون التشكيلية في صنعاء، وكنا نأمل أن تكون صنعاء يعني يوم من الأيام محطة رئيسية للفنون التشكيلية. طبعا الفنان أوسام بالتأكيد لوحاته هي التي تشهد له أكثر مما أشهد له أنا، لكن أعتقد بأنه من الفنانين الذي لهم مستقبل واعد بإذن الله، واضح من خلال مسكة الريشة ومن خلال التفاصيل في اللوحة ستجد بأن إن شاء الله يوم من الأيام سيكون أوسام في مصاف الفنانين التشكيليين العرب وربما في العالم بإذن الله. شكرا لحضرتك. سلام، الله يخليك. شكرا جزيلا الوزير. إن شاء الله تدوم هذه الثقافة ويدوم هذا يا رب. الجمال يا رب. ويدوم هذا الإبداع يا رب. في شتى مجالات الثقافية والفنية والإبداعية بإذن الله. شكرا لكم جميعا. زكريا الدهوة، معرض الفنان الجميل وسام العنسي، أهلا وسهلا بك. ما هو انطباعك
عن هذا المعرض؟ طبعا الإنسان أمام لوحة واحدة قد تتملكه مشاعر جياشة لكي يصف محتواها ولكي يعبر عن التأثير الذي يمكن أن تصنعه في ذاته. وبالنسبة لهذا المعرض في كل لوحاته كان يحتوي على رسالة عميقة هي من صلب مهام الثقافة البصرية. وريشة الأخ سام حقيقة استطاعت أن تلتقط من الوطن الحافل بالشواهد والمناظر العديدة الحية الثقافية والتراثية ما يجعلنا نعيش تلك اللحظات التي أبدع بها اللوحة ونستشعر تلك المشاعر العميقة التي استطاعت أن تنقلها إلينا مثل هذه اللوحات البديعة. إنها تستثير في النفوس الذاكرة بكل ما يعتمل فيها، وتقدم أيضا للبصيرة زادا جديدا للوعي بالوطن وبقيمة الوطن الحضارية التي تظل حية ومعبرة عن شخصية الإنسان اليمني المكافح، الرجل والمرأة، الشاب والشابة. في كل اللوحات وجدنا الإنسان، ذلك الإنسان المكافح الأبي الصابر المرتبط بإبداع الحياة. ونتمنى أن يلقى هذا المعرض النجاح الذي ننشده له، وخاصة وأنه يقام في هذا الصرح الثقافي العربي الهام والكبير في مصر الحبيبة. فالتحية والشكر لإدارة هذا المعرض وللمجلس الأعلى للثقافة في مصر ولمركز الهناجر لأن أفسحوا هذا المجال الرحب لمبدع كبير وهام في حياتنا الثقافية وبصمة جديدة في الفن التشكيلي اليمني يقدمها بسهولة وبيسر وبعمق يلمسه المشاهد من أول نظرة لأول لوحة، وتستدعيها اللوحات كلها لكي يعيش في الوطن من أقصاه إلى أقصاه، الوطن كل الوطن. والجميل أن المناظر هذه تأتي من الكثير من أجزاء الوطن الواحد الباقي أبدا بشخصيته الحضارية المعطاءة كما عبرت عنها الريشة الغنية بالعطاءات. ليس هذا العطاء وإنما عطاءات قادمة بإذن الله. يعني الحديث عن معرض الفن التشكيلي للفنان الرائع وسام العزي أننا نحضره اليوم، يعني أنا لابد، يمكن أنا حضرت معارض كثيرة ولكن أشعر أن هنا في شيء من التميز. أولا المعرض هو لشخص واحد، ولكن تجد أن هناك مجموعة أشخاص مشاركين في هذا المعرض، وذلك نتيجة التنوع الذي ظهر. هناك صور جمالية، هناك صور الأمومة، هناك البحر، هناك الوادي، هناك التراث الإنساني، هناك يعني التنوع يعني في الزي الشعبي. فهذه كلها أعطت ثقافة مختلفة وأعطت انطباع رائع جدا. ربما أشياء تلامس عين في البداية ولكنها تدخل إلى قلب مباشرة وتستطيع أيضا أن تفصح عن ثقافة هذا الفنان الذي لم يدرس الفن التشكيلي باعتباره درس في جامعة تطبيقية، ولكنه امتلك موهبة رائعة وموهبة جميلة مكانته من التعامل مع الريشة، من التعامل مع الألوان، من التعامل مع اللوحة، وبالتالي أصبح يعكس كل ما في ذاته من جمال ومن روعة ومن ثقافة وفن إلى هذه اللوحات التي عن طريقها يستطيع أن يصل إلى الناس. أنا أبارك حقيقة لأسامة هذا المعرض، ربما أيضا لفت نظري ذلك التميز الذين يعني جاءوا بمختلف الفئات، وهذا الفكر المتميز أيضا يمثل مكانة مهمة بالنسبة لهذا الفنان في كل الناس. شكرا لكم وشكرا للفنان أسامة.
مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء، عدت اليكم مجددا بعد هذه اللقاءات التي اجراها كل من الزميل زكريا الدهوه وايضا الدكتور عبد العزيز الهاشمي من خلال اللقاءات التي كانت على هامش الفعاليه التي اقامها الفنان وسام العنسي في دار الاوبرا. اعود اليك اخي وسام، يعني ابرز اللوحات او اللوحات التي قدمتموها في هذا المعرض والتفاصيل سريعه عنها. كما أشرت سابقا، المعرض احتوى على 44 لوحة تشكيلية اشتملت جميع المحافظات، يعني حرصت في أن يكون المعرض يحتوي على أكثر المحافظات حضورا. أبرزها الفن المعماري اليمني في الصنعة القديمة وما تتميز به الطابع المعماري اليمني للصنعة القديمة من المباني الياجور المزخرفة من الخارج بالجص، مادة الجص، وصنعاء لها الاهميه الكبرى. عفوا وسام، اخي وسام، لكي لا نفقد او لكي لا تسقط سهوا بعض اللوحات، استسمح الزميل المخرج بان يقوم باظهار عدد من الصور واللوحات التشكيليه للفنان وسام العنسي، ومن ثم تقوم بالادلاء وشرح بعض التفاصيل لهذا المشاهد الكريم. تفضل. هذه الصورة. هذه الصورة تعبر عن عناء المرأة اليمنية وكفاح المرأة اليمنية في الحصول على متطلبات الحياة، متطلبات الحياة الضرورية، يعني هذه من حيس من جميل حيس من الحديدة. أيوة، هذه يافع وما تميز به بالطابع المعماري اليمني الجميل، يعني تلون المباني هذا ليس تلون مادة طلائية، إنما هو الصخور أيضا هي بنفسها ملونة بهذا تنوع الألوان في الصخور. هذه منطقة المحويت قرية بيت الجرعي، والتي في قمة الجبل المائل اسمها الريادي، هذا أيضا من المناطق الجميلة والسياحية الخلابة في اليمن. هذا من منطقة جهران محافظة الذمار راعي الغنم، وتعبر عن بساطة الإنسان. هذه في وادي العمارة الطينية، مباني طينية قديمة، حصون. هذا هو محصول البن، هذا هو محصول البن، وهذا الشيخ محسن الهماسي من شرق حراز، وجني المحصول وهو سعيد بجني محاصيل البن، وهو من أهم المحاصيل الزراعية في اليمن ويجب الاهتمام بها، خاصة أنه تم الاحتفاء بالبن قبل أيام في ثالث أيوة مارس. في غضون في هذه الأيام نحتفل بعيد البن، عيد البن اليمني، اليوم العالمي للبن اليمني، اليوم العالمي للبن اليمني. هذه ايضا من الموروث الشعبي، من اهم الموروثات الشعبيه في اليمن، الزي الصبري، وتمثل ايضا المشغولات اليدويه للطبق التي تحمله على راسها، وايضا هناك المشغولات اليدويه. هذه محافظه تعز صحيح؟ من صبر. ايوه. هذه الصوره تحمل شخصيه امراه معينه ام انها من وحي الخيال؟ اعترف يعني. فعلا هي وكيله وزاره الثقافه السابقه الدكتوره ماما نجيبه حداد، هي بنت اخت ماما نجيبه حداد، يعني لانه هنالك تفاصيل يعني المرأة يمنية لا تنم عن انها من وحي الخيال ما شاء الله. ايوه فعلا، فقلت لك هي بتبرز اهم شيء التراث، المشغولات اليدويه، المشغولات الفضه اليدويه. جميل. وهذه من جزيره سقطره التي خلفهم شجره دم الاخوين. دم الاخوين، دم الاخوين. و هؤلاء الاثنين يذهبون لجمع الأعواد النباتات الطبية والعطرية وتسويقها، لأن الجزيرة زاخرة بالمواد والنباتات الطبية والعطرية، وهي من أهم وأندر الجزر الموجودة عالميا على مستوى العالم، يعني هي من الأندر الجزر. البحر والصياد، يعني اهتمام الرجل بالعمل والشغل والصيد، يعني هو لافت ولا يأبه لمن يصبره أو يرسمه، فهذا بتعبر عن الحياة اليومية للإنسان اليمني وكفاح الإنسان اليمني في الحياة اليومية. جميل. المزارع اليمني، احنا الآن في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، عدنا لما كان يقوم به أجدادنا بالحراثة عن طريق المواشي واستصلاح الأراضي الزراعية بالطريقة التقليدية القديمة. هذه موروثات أبائنا وأجدادنا، هم كانوا أصلا بهذه الطريقة يحرثون الأرض ويكدون من أجل الحياة والمعيشة اليومية. المشكلة معك زبونة يا أسامة، المخرج يقول هذه أجمل صورة أعجبته وش يشتريها يعني. ولا يهمه، ولا يهم، شكرا جزيلا. ويقول لك رسلها بالواتس وانتهي الموضوع. هذا شرف. هذه تعبر على الأمومة والطفولة، تعبر على الأمومة والطفولة. شكرا للمخرج على استعراض اللوحات، جمال الخيل العربي وأصالة الخيل العربي من ضمن اللوحات الجمالية التي تخللت المعرض. وأيضا هذه من اللوحات الجمالية، عبارة عن، وهذه من منطقة مناخة، يعني يشوف شموخ الإنسان اليمني وكيف يعتلي قمم الجبال العالية. يعني أي واحد من سكان هذا القرية لو
تجيب له كم اي مبلغ مش حيقبل يعيش في الوادي او لازم يعتلي قمه الجبل رغم انه بيواجه صعوبه وظروف صعبه في انه على الاشياء المتطلبات الحياه لكن هو راضي فيها. هذا ايضا من ضمن اللوحات الجماليه. طب التفاصيل الصغيره مثلا يعني في مساله هذه الورود يعني هنالك تفاصيل صغيره ودقيقه جدا يعني الا تتعبه كل هذه التدقيقات؟ كل لوحه فعلا كل لوحه لها من التعب ما تحتاجه يعني لازم تظهر اللوحه بجمالها لازم تظهر تكون حريصا على كل التفاصيل على التفاصيل الدقيقه من أجل تظهر الصورة تظهر اللوحة بما يرغبه المتلقي أو المشاهد. كم تستهلكك الصورة؟ فعلا على حسب نوع اللوحة على حسب الموضوع أو على وحسب حجم اللوحة وحسب نوع المادة اللي أنت هترسمها أو تشتغل عليها. وطبعا احنا حريصين يعني بتاخذ بعضها يتصل إلى شهر بعضها إلى أكثر بعضها إلى 3 شهور على حسب حجم اللوحة والتفاصيل الموجودة في الموضوع اللي أنت تشتغل عليه. أنا حريص في كل أعمالي على أن أقدم أفضل عمل ما يرتاح له المشاهد الزبون المتلقي. الزبائن ما فيش زبائن الزبائن قليلة الحمد لله يعني سؤال يكون خاص هذا الكم الجميل والرائع من اللوحات أين يحتفظ بها وسام حاليا؟ والله موجودة عندي في البيت حصل اقتناء في عدد من اللوحات الحمد لله تم اقتنائها من عدد من الأشخاص ولكن ليس بكثرة لكن اللوحات ما زالت موجودة معي وإن شاء الله الأعمال القادمة سأهتم بإبراز التاريخ اليمني. أنا رسمت الآن كل أعمالي عن الموروث الشعبي الزراعي والمعماري والأزياء الشعبية أما بالنسبة للمعرض القادم إن شاء الله سيكون حول الآثار اليمنية القديمة وأنت عارف حضارتنا عريقة وتاريخنا عريق من إحنا من أقدم الحضارات البشرية على مستوى العالم فأنا لازم إن شاء الله أجسد هذه في لوحات وأبرزها ونرجو الاهتمام من وزارة الثقافة الاهتمام من السفارة الاهتمام من حتى من رجال الأعمال نرجو أن يكون لهم دور في هذا فنحن نحاول أن نبرز اليمن بالصورة الجميلة ولكن أحتاج إلى الدعم والمساندة في 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 هذا. وكثرة النداءات بهذا الشيء ولكن لا مجيب ولكن لا بأس من التكرار كما يقول. لا بأس أنا ولا حياة لمن تنادي. دعنا نستعرض ما بقي من لوحات أخي وسام بمعية الزميل المخرج. هذه عملتها تجربة لوحة عالمية يعني أريد أن أعرف إلى أي مرحلة وصلت. فالحمد لله كانت تجربة ناجحة وجميلة وظهرت اللوحة بما يتناسب. مع اللوحة الأصلية. نعم ماذا عن دلالة الألوان في الصورة السابقة؟ اللون هي تعبر عن الغروب بس الصورة ما كانتش دقيقة بالفعل بس هي منظر غروب للشجرة في وادي. هذا من قرى المحويط أيضا أبرزت فيها بساطة الفن برغم بساطة البناء لكن يتصف بجمال هناك رونق وهناك جمال في المباني في البيوت. الجمال في الحجار ودقه الحبكه وهذا تلوينات الصخور قلت لك كما اشرت له وهو تلوينات الصخور كانت من الطبيعه نفسها الجبال عندنا عده الوان في الجبال هذا ايضا مجموعه من الازهار لوحه جماليه فيها اختلاف وتنوع الازهار وتنوع تباين في الازهار وتبادلها جميل هذا ايضا منظر طبيعي لفنان تشكيلي عالمي عملتها دراسه ايضا للوحه عالميه جميل نقل اللوحة عالمية يعني أشوف إلى أي مدى وصلت والحمد لله كانت جميلة ورائعة هذا من منطقة حضرموت القبعات الطويلة هذه من منطقة حضرموت يعني بمشاركة المرأة في جمع الأعلاف ومشاركة المرأة في الحياة اليومية للرجل وتبرز التراث اليمني وأهم التراث اليمني ولو ان الحمار بدا ينقرض في الفتره الاخيره يعني. صعب دحين وجود الحمار اصبح صعب لانه من الاشياء المهمه هذا ايضا الفلاح هو يعد من المزرعه هذا ايضا تمثل مصقولات الفضه القديمه المخنقه والدقه المخنقه التي تحيط بالرقبه والدقه التي او عصابه الراس من اي محافظه هذه؟ هذه من محافظات تعز تقريبا محافظة تعز وأكثر المشغولات اليدوية الفضية هي من صعدة وتعز صعدة وتعز أيضا في صنعاء مشغولات يدوية لكن مش بكثرة كما في تعز
هذه شبام؟ هذه عتق، هذه من عتق، وأيضا كفاح الرجل والمرأة في الحياة اليومية، مشاركة المرأة للرجل، هذه صنعة القديمة ودرست التراث الفن المعماري. يعني الصورة لو كانت واضحة بشكل أكبر كنت هتلاحظ تفاصيل دقيقة في اللوحة للفن المعماري والنقوش اليمنية القديمة، هذه بتمثل وراءة الطفولة، من ضمن اللوحات الجمالية أيضا هذه ذكرناها عن جزيرة سقطرة، تكلمنا عنها في جزيرة سقطرة. فقلت لك هذه قبة البكيرية من محافظة صنعاء، وهذه إحدى الأقلاع العثمانية التي ما زالت، هذا مسجد قديم تاريخي. نعم. يعني أيوة. يعني لازم إبراز التراث بكل أنواع، إن كان فن معماري أو كان أزياء شعبية أو كان زراعة، اليمن زاخرة وكثيرة وغنية بكل ما تعنيها الكلمة. هذا الصعيف، إحنا أول ما تبدأ تظهر ثمرة يفرح المزارع لجني المحصول. فلاحظ الفتاة تسعى لقطف الثمرة من أجل، هذه تسمى الصعيف؟ الصعيف هذا نوع من أنواع الذرة، من أنواع الذرة البيضاء والذرة الصمعانية. يعني في عيب يسموها السبول. أيوة، بس الصعيف أول بداية ظهور الثمرة قبل أن تينع الثمرة، يعني يسموها الصعيف. يعني من زراعة من أهم ما تزخر به اليمن وتشتهر بها اليمن، الذرة من أهم المحاصيل الزراعية في اليمن. هذا منظر من الخوخة، ساحل من سواحل الخوخة، منظر غروب من اللوحات الجمالية. هذا أيضا منظر جمالي، منظر الشجرة على حافة المهر، مجرى مائي ضاربة الدف. جميل. هذا الحيداني اللي انت قلت عليه، البديحي هذا من محافظة صعدة. شوف كيف محافظة صعدة بالذات بتتميز بغطاء الرأس كامل، مشغولات الفضة بتغطي الرأس كامل. صاحب بيعملوا أيضا زينة للصدر وزينة لليد، لكن أكثر ما بيهتموا فيه هو غطاء الرأس بالكامل. هذا أيضا من المشغولات الفضية، هذا الوزن بعدين بيطلع كثير من المشغولات الفضية القديمة. هذا الزي الذبحاني، منطقة ذبحان من محافظة تعز، يعني الطرحة والمشاقر. الطرحة هذه من الأزياء الشعبية الحديثة، ليست من الأزياء الشعبية القديمة، هذه من الأزياء الشعبية الحديثة، لكن هي تعتبر من الأزياء الشعبية الهامة في المنطقة لوجود المشاقر والطرحة الخارجية التي تغطى بها الفتاة. جميل. هذا أيضا من قرى مناخة والمدرجات الزراعية، المدرجات الزراعية، وأيضا كيف أن الإنسان اليمني يعتلي قمم الجبال. هذا الزي الصنعاني للمرأة الصنعانية متوسطة العمر، يعني ليست في سن الشباب. هذا الغطاء الخارجي للمرأة عندما تخرج إلى السوق أو لقضاء أغراضها الشخصية في الحياة اليومية. المنطقة صنعاء القديمة. بس ليش غمقتها يا أستاذ؟ هذا اللثمة ضروري، اللثمة هي معروفة، اللثمة معروفة في اليمن، هذا اللثمة ضروري. هذه رسمتها لواحد من الشعراء، يعني تعبر عن الانتظار وصعوبة الانتظار لدى العشاق. يعني هذا تعبر عن الأمومة والطفولة، وعيد الأم قريب، وتحية لكل أم، وكل عام وأمهاتنا بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. هذا أيضا من ضمن اللوحة المزهرية، تعبر عن منظر جمال اللوحة، طبيعة صامتة المزهرية. هذه قرية الحطيب، الحطيب من مناخة، أعلى قمة في مناخة اسمها الحطيب. شوف أعلى جبل، أعلى بيت وين؟ في قمة الجبل. صاحب هذا البيت لا يمكن أنه يعيش في الوادي مهما كانت الصعوبة التي يواجهها في حياتها اليومية. وحتى فيها نوع من المغامرة، يعني فيها مغامرة فعلا، فيها مغامرة يعني، فيها شموخ، فيها احنا ما فيش عندنا ناطحات سعاب. هي صورة حقيقية على كل نعم. فعلا نعم. صورة حقيقية. هذا بتمثل الأزياء الشعبية للمرأة الصنعانية الشابة، يعني نسميها العكفة ونسميها العردة والمصر، الطرحة الخارجية. فهذا من الأزياء الشعبية لمنطقة صنعاء في سن الشباب. هذا من منطقة إب، وأيضا الحلية الفضة، هذا الحلية الفضة التي تتدلى من الجانبي الرأس، تكون من مربوطة من فوق، وأيضا الذي يغطي الرأس والجبين هذا يسمى بالقرقوش، في ناس يسميها القرقوش، وهو أيضا من المشغولات اليدوية، ومطرز تطريز يدوي بالإبرة والخيط. وهذه لمنطقة حضرموت، معروفة على مستوى العالم، شباب حضرموت أقدم ناطحات سحاب في العالم،
سميت بالمدينة الصفراء، ليس تسمية اعتباطية، وإنما سميت أيضا بالمدينة الصفراء لأنها مبانيها كلها تربتها بطينة مغطى مكسوية بالطين الأصفر وتعليها مادة الجص الأبيض والنورة. هذه من أعتق ومن أقدم المباني التاريخية في اليمن، حضرموت، شباب حضرموت. هذا الفتاة تعبر عن الزي المهري لمنطقة المهرة، يعني احنا عندنا الأزياء الشعبية الفضية موجودة في كل المحافظات ما عدا المهرة، تلبس ترتدي الفتاة أو المرأة الأزياء الحلي الذهب. كل المشغولات اليدوية عبارة عن فضية إلا منطقة المهرة يلبسون الذهب. هي قريبة من عمو. وهذا الزي، هذا الزي انتشر وتوسع حتى موجود في الخليج ما يشابه هذا الزي، وأيضا في المرأة الأمازيغية المغربية والجزائرية فيه تشابه ما بين الزي المهري. وطبعا اليمن هي أصل العرب ومن اليمن توزعت وتفرعت الحضارات كلها، فهذا الزي بالذات الزي المهري هو موجود أيضا في الخليج لكن بنسبة بسيطة ولا يشابه هذا الشكل كثيرا. الذي يشابه هذا الشكل كثيرا المرأة الأمازيغية المغربية والجزائرية، وأيضا لكن هو أصله في اليمن، الأصل هذا المغرب والجزائر وليبيا. أنا أذكر يعني كانت هنالك محاضرة أو خطاب للرئيس الراحل معمر القذافي ويتحدث ويقول نحن كلنا يمنيون، يعني الجزائر والمغرب. الحمد لله. وحقيقة أنا كنت أتابع كأس العالم وكنت أشاهد بعض الأسماء والألقاب يمنية بحتة، يعني فهذا يدل على أنه فعلا اليمن هي أصل العرب وإنما حصل هو يعني امتداد ونفوق إنجاز اليمن. الحمد لله والشكر لله على كل حال، وإن شاء الله تعود الأحوال لما كانت عليه. فقلت لك إحنا مهما عملنا مهما رسمنا مهما لن نفي بحق الوطن، لن نفي بحق الوطن. واليمن غنية وزاخرة بالمناظر الطبيعية، بالمختلف التراث والموروث الشعبي، بالحضارة، بالتاريخ، بالآثار. لدينا آثار عريقة، لدينا تاريخ مجيد، هناك بعض الآثار التي تستحق أن تجسد وتخلد في لوحات وفي المتاحف، منها تمثال معدي كرب، معدي كرب يعفر اللي كان مصور في الخمسين لو تتذكر، في الخمسين القديمة. أيضا ذمار علي يهبر وابنه ثاران الذي الآن في المتحف الوطني في صنعاء، كان في المتحف الوطني الآن ما عادش موجود؟ لا، هو ذا الحين في البنك الدولي مرهون. تم نقله؟ تم نقله مرهون في البنك الدولي على ما سمعت، الله أعلم من صحة هذا الخبر، لكن أسفني هذا الخبر صراحة. نعم، بأقل من دقيقة إذا سمحت لي أستاذ أسامة، يعني ما الذي يحتاجه الفنان التشكيلي اليمني اليوم؟ بصراحة الفنان التشكيلي اليوم يحتاج إلى الراحة النفسية، والراحة النفسية تعود إلى استقرار الوطن، واستقرار الوطن إن شاء الله احنا ندعو الله أن يستقر الوطن ويعود إلى ما كان عليه إن شاء الله تصلح الأمور بإذن الله. والفنان التشكيلي اليمني، أنا كغيري من الفنانين التشكيليين نعاني ما نعاني من الظروف، لكن نحن نعمل جاهدين ونحاول إبراز وتراثنا وتاريخنا وحضارتنا في مختلف الميادين سواء كان داخل الوطن أو كان خارج الوطن. نقوم بعمل مشاركات، نقوم بعمل معارض، أكثر الأعمال التي نقوم بها هي من جهد ذاتي، جهد ذاتي، لكن نسأل الله التوفيق. وهذا ما تجلى من خلال أعمالكم التي تشكرون عليها حقيقة أستاذ أسامة. مشاهدي الأعزاء، حلقنا وإياكم وطفنا ربوع الوطن السعيد والحبيب من خلال لوحات تشكيلية بديعة خطتها أنامل فناننا القدير الفنان التشكيلي حسام العنسي، والذي كما لاحظتم وكما شاهدتم لم تترك ريشته موقعا ولا خارطة في بقاع وطننا الجميل إلا ورسم تفاصيله بأدق تفاصيله. شكرا لضيفي العزيز وسام العنسي، شكرا لك. ولكم كل الشكر والتقدير، شكرا لقناة اليمن اليوم على اهتمامهم بالفن، وأنتم نافذتنا إلى العالم، وأنتم لكم الدور كبير في إبراز ما نقوم به، وسواء كانوا فنانين تشكيليين أو كانوا أدباء أو كانوا شعراء أو كانوا مثقفين أو في كل المجالات، لكم كل الشكر والتقدير، ونتمنى دوام التوفيق إن شاء الله لكم وللوطن الحبيب. شكرا جزيلا لك مرة أخرى. مشاهدي الأعزاء، لا يسعني في ختام هذه الحلقة التي بطبيعتها قبل أن أنهيها أترككم مع فاصل ومن ثم أودعكم، لكن لا يسعني في ختامها إلا أن أشكر لكم حسن الإصغاء وطيب الاستماع. تحيات الزميل المخرج معين شجاع الدين وكافة الزملاء خلف الاستوديو، وكذلك المصورين نانسي ونور وكل الزملاء المصريين الذين يستمعون إلي اليوم، أحمد اسمعي
جميعهم وشاكر أيضا بلا استثناء. مشاهدي الأعزاء، ثمة لقاء آخر وحلقة أخرى ألتقي بكم من خلالها في برنامج مرافق الأسبوع المقبل في ذات الموعد والزمن المحددين. حتى الملتقى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترككم مع